انا جيت حان وقت القطائف. القطايف هنعمل قطايف عصافيري لذيذه، طبعا تقدري تعمليها حجم كبير زي ما انتوا عايزين، وهنستخدم فيها جبنه ريكوتا من بريما. جبنه ريكوتا بتاعتهم خطيره يا جماعه، يعني جبنه بريما المنتج المصري تقريبا الوحيد اللي عنده اللي موفر لنا الريكوتا، خطير. وكمان من لبن جاموسي يا جماعة، حاجة فاخرة، منتج مصري محترم. وبنقدر طبعا نحط جبنة الريكوتا، حشواتها كتير، بنحطها في الكنافة، في السمبوسة، بنعمل بيها يعني كل الحشوات اللذيذة كده، بتشوفوها كده في المحلات غالية قوي، هم حاطين فيها جبنة الريكوتا. فاحنا عندنا منتج مصري محترم عامل لنا جبنة ريكوتا فاخرة من لبن جاموسي 100% طبيعي، خطيره ان شاء الله. هقول لكم ازاي، ايه الاضافات اللي نحطها كده تبقى بسيطه قوي، ونعمل حشوه تجنن للقطايف. هبتدي معاكم بعجينه القطايف. عباره عن ايه؟ انا معايا كوبايه دقيق، تمام، دي اي حاجه ما فيش مشكله، معنا معلقه صغيره من الخميره، معلقه صغيره من السكر، هنحط معلقه كبيره من اللبن البودره، ومعنا تقريبا كوبايتين من اللبن الدافي، وهنحط الكلام الحلو ده كله في الخلاط ونضربه، ونسيب العجينه دي تخمر وترتاح. ونحتاج بقى بعد كده نسويها في طاسه ما بتلزقش، ونعمل بقى القطايف اللذيذه بتاعتنا. وبعدين معانا الجبنه الريكوتا اللذيذه دي، هنحتاج معاها تقريبا 4 معالق كبار من السكر البودره، وكيس فانيليا بس علشان نحشي القطايف اللذيذه دي بعد ما نحمرها في شويه زيت وبس. خلاص يلا بينا، هنحط بقى في شفشق الخلاط اول حاجه اللبن اهو، يا ريت اللبن يكون دافي، تمام. عايزة بس كده ايه، اخلي المقادير قدامي عشان اقول لكم كل شوية. كوبايتين لبن دافي، هنحط عليهم الخميرة، معلقة صغيرة خميرة، معلقة صغيرة سكر، وبعد كده هنا الدقيق، هنحط عليه البيكنج باودر. انا قلت بيكنج باودر، لا انا قصدي اللبن البودرة، الصيام سوري، اللبن البودرة والفانيليا كده، ورشة ملح بس. ومعانا هنا بقى ايه الخليط ده، على الخليط ده ونضربه بس. انا هنزلهم كده مع بعض، يبقى كوبايتين من اللبن الدافي، تمام، عليهم كوباية من الدقيق، معلقة صغيرة من الخميرة، معلقة صغيرة من السكر، معلقة كبيرة من اللبن البودرة، تمام. يلا بينا، بسم الله. وزي ما شفتوا كده انا نزلت اللبن الاول علشان يسهل علينا الضرب، لو نزلت الدقيق الاول ممكن تلاقيه مكلكع معاكي كده اسهل. بسم الله، يلا. نفضل كده نضربها شوية حلوين. استنى دلوقتي ايه، اما انضف كده الطبق اللي كان فيه الدقيق ووريكم شكل الخليط عامل ازاي. عايزين برضو ايه نلم اشيائنا، نوسع، نعمل كده ايه مكان فاضي. بعد ما بنضربها كده كويس قوي لازم نسيبها تخمر عشان احنا حاطين لها خميرة. عايزة اوريكم بس القوام بتاعها عامل ازاي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا هو ده كده ايه، ده لسه فيها دقيق، هقلبه دلوقتي. بصوا ده القوام اهو، قوامها مظبوط جدا جدا. اعملوا نفس المقادير واستخدموا نفس الكوبايه زي ما قلت لكم علشان تطلعي العجينه مظبوطه. نشيل الخلاط ونقول له شكرا، خليك هنا بقى استريح. وكان في شويه دقيق كده في الخلاط اهو، بصوا القوام هو ده قوام عجينة القطايف. بنغطيها ونسيبها تخمر. انا معايا واحدة اهو بوريها لكم، بصوا لما اتخمرت بقى شكلها عامل ازاي. اديها لنا كده يا استاذة سمورة، بصوا الفقاقيع اللي على الوش دي، يعني دي هي دي، بس بصوا ده لسه محتاجة تخمر ودي خلاص اتخمرت. بصوا اهو خطيرة اهي. هنعمل ايه بقى عشان نسهل الدنيا مع نفسنا كده؟ انا معايا، عارفين الازايز البلاستيك دي بتاعت الصوصات بتتباع في كل حته، فانا هاخد العجينه الحمرانه عشان تظبط لنا القطايف ونحطها في الازازه كده، عشان بس ايه تبقى سهله
ونعرف نظبطها ويبقى شكلها جميل وشكلها حلو. بس كده. ونعمل ايه بقى؟ نروح هنا الطاسه سخنه، هنحط لها زيت، نقطه زيت، نمسحها بمنديل كده كده اهو. حاسه ان انا حطيت زيت كتير، بس انا مسخنه زيت هنا عشان احمر القطايف، فاستنى ممكن نتخلص من شويه الزيت الكتير دول. بس كده، ايديا فرطه بحبحاني مبحبحه قوي الحكايه معايا اهو. الطاسه بقى كده ايه، نسخنها شويه ونبتدي بقى نعمل القطايف العصافير. يلا بسم الله. بس كده الحجم ده حلو قوي. اهم حاجه عشان تعرفي وتطمني ان القطايف ناجحه معاكي، هتلاقيها مطلعه كده ايه بقليل على الوش كده. بس كده خطيره. اول ما تطلع فقاقيع كده على الوش بنشيلها على طول. عايزه احضر لها طبق، ممكن طبق ده، طبق ده معايا ده كويس. حط الطبق ده هنا كده، ممكن نحط منديل او فوطه، انا معايا فوطه هنا نظيفه. ممكن نستخدمها كده، نحط الفوطه ومستنيه كده القطايف تبتدي تقول كده وتطلع فقاقيع. هاتيها لنا كده يا استاذه سموره من فضلك. ايوه، اول ما تبتدي تطلع الفقاقيع دي بنشيلها على طول، فانا هستنى عليها. تعالوا كده ايه نلم اشيائنا علشان نستخدم بقى الجبنه الريكوتا اللذيذه جدا في الحشوه. حالا اهو جبنه الريكوتا من بريما، هطلع بوله هنا كده وناخد بقى ايه، بصوا علبه الجبنه ده حجمها اهو، تنفع كمان للطبخ على فكره اهو. استاذه سمر هحطها هنا عشان افتحها كده. هنفتحها منتهى السهولة. بصوا جبنة ريكوتا خطيرة فريش يا جماعة، تجنن. هاخدها احطها في البولة اللي معايا هنا، هفضيها كلها كده، وعيني على القطايف. بس كده اهي، ده بيبقى شكلها. عايزة ابص على القطايف هنا اخبارها ايه، لسه استنى عليها شوية. الجبنة الريكوتا دي هنحط عليها معلقتين كبار من السكر البودرة كده، معلقتين كبار من السكر البودرة بس كده، تبقى هي دي كده الحشوة. ونحط ممكن فانيليا زي ما اتفقنا وبس، تبقى الريكوتا مع السكر البودرة والفانيليا بس كده، تبقى جاهزة للحشوة. وانا معايا كيس حلواني، وانا حطيته فين؟ حطيت الكيس فين يا جماعة؟ اهو ما بقيتش شايفة، يا عيني عليا وعلى اللي جرالي. جبنا الريكوتا شكلها يجوع قوي كده، تبقى جاهزة معانا لحشوة القطايف. نحطها مع الكنافة، طبعا الكنافة تكون مستوية بس كده، ننزلها تبقى جاهزه معانا. الزيت ده سخن قوي. والقطايف بقى دي خلاص كده، بصوا هنخرجها اهو هنا كده على الفوطه، انا بقلبها كده عشان اوريها لكم بس اهو. وهنا الحشوه معانا اهي، عايزه اقطعها كده بالايه بالمقص ده، المقص ده بعافيه قوي، يا مقص غلس بس كده اهو. بس بعد ما بنعمل بقى ايه القطايف الظريفه دي وبنحشيها، نحشيها بقى اي حاجه، او انا طبعا مش هحشيها، انا هعمل ايه، هستخدمها في ايه، بس انا هجيب بس الكلام ده كده على جنب. بصوا عايزه اوريها لكم، هاتيها لنا كده يا استاذه سمور. بصوا القطفايه الخطيره دي هعمل فيها ايه اهو، ده كده شكلها من هنا ومن هنا اهو.
اجي كده من الجنب وايه وادوس عليها كده اهو، هتبقى ده شكلها. واقوم محمرها في الزيت، تتحمر في الزيت وتبقى تمام زي الفل. نطلعها من الزيت نرميها في الشربات، شربات بيبقى تقيل عباره عن كوبايتين من السكر وكوبايه ميه، يغلوا على النار مع عصره ليمونه وكيس فانيليا نار هاديه لمده 8 دقائق لغايه لما يعمل خيط كده من العسل، ده كده تحفه. نرمي فيه القطايف بعد ما نكون حمرناها، وتبقى جاهزه معانا بقى ان احنا ايه نحشيها بالجبنه الريكوتا الخطيره من بريما. بصوا دول كده لطاف ازاي، هتشوف لنا كده يا استاذه سموره. بصوا اللذاذه اهي، بصوا اللذاذه اتحمرت وخطيره ونزلت في الشربات واتصفت من الشربات وزي الفل. فاضل لها بس ايه حشوه الجبنه الريكوتا من بريما اهو كده اهو، خطيره. فستق بقى، اي مكسرات عايزه تحطيها براحتك. بصوا احنا عاملين طبق هناك يجنن، ممكن نحط دي كده فين، نحطها هنا كده. نعمل واحده كمان، اجي هنا كده يا استاذه سموره اهو، يهلنا كده يا استاذه سموره لو سمحتي اهو. طعم الجبنه الريكوتا يا جماعه خطيره، ومش محتاجين نجيب ابدا ابدا اي حاجه مستورده، عندنا منتج مصري محترم من الجبنه الريكوتا، جبنه بريما، هتلاقوها في الاسواق وفي كل السوبر ماركتس، موجوده في كل حته. ده غير الانواع الكتير جدا الخطيره اللي هم عاملينها، جبنه طبيعي، دي اهم حاجه انا عايزه اقولها لكم، جبنه طبيعي 100%، منتجات كلها صحيه ويعني فاخره فاخره، انا مبسوطه بيها قوي بصراحه. دايما الواحد يقعد يقول جبنه ريكوتا هيجيبها منين ومستورد وبتاع، منتج مصري خطير. وقولوا لي ايه رايكم. الحلقه خلصت، يا رب تكون عجبتكم. عملنا اول وصفه مع بعض، فراخ الحياتي المشويه باسهل طريقه، اوام اوام تتشوي وتبقى طعمها حلو زي ما تكون كانها بره بالظبط، خطيره. والوصفه الثانيه القطايف اللذيذه العصافير الحلوه دي، عملنا عجينه القطايف مع بعض، اعملوها في البيت بتبقى احلى بكتير، ولا بتفك ولا بتشرب زيت، وبتبقى فريش وتحفه. جربوها في البيت، مش هتجيبوا بتاعت الشارع.